المدرسة رنيم أدريس، سنقدم لكم في هذه الجلسة مجموعة معلومات لأجل الاختبار الترشيحي للثالث الثانوي. سنبدأ في مادة العلوم للصف الأول الثانوي التي بداية بالمادة الحية. المادة الحية سوف نتطرق في هذا البحث إلى أهمية الماء والأملاح المعدنية. المادة الحية سوف ندرس أنواع المواد العضوية ومن ثم تركيب كل من المواد العضوية وتركيب الحموض النووية. بداية دعونا نقول بأن العلماء قد قدر نشأة الحياة على كوكب الأرض حوالي 3 مليارات عام في الماء قبل أن يتم انتشاره في اليابسة. لذلك لكي نفهم طبيعة الحياة على الأرض لابد من فهم طبيعة المكونات لها وبالتالي فهم المواد الداخلة بتركيبها. دعونا هنا نضع سؤالا لهذا الجدول: ما هي الخصائص المشتركة بين المادة الحية والمادة غير الحية؟ أولا نبدأ بالنمو. النمو نلاحظ أن النمو هي خاصة تميز الكائنات الحية، فعندما نزرع بذرة نباتية فإنها تنمو عبر عدة مراحل. التكاثر أيضا هي خاصة تميز الكائنات الحية فقط، فهي تهدف إلى زيادة عدد أنواع المجموعات المختلفة. الاستقلاب نلاحظ أيضا بأنها تميز الكائنات الحية، وهي عمليات البناء والهدم الجارية ضمن أجسامها. أما إنتاج الطاقة واستهلاك الطاقة فهي خاصية مشتركة بين الكائنات الحية والغير حية. التأثر بالوسط أيضا خاصية مشتركة، نلاحظ بأن النباتات تتأثر بالوسط بالرياح فهي تتمايل أغصانها. أيضا الصخور تتأثر بالوسط الخارجي من عوامل حث وتغذية. بينما التكيف أيضا نلاحظ بأن النباتات تتكيف، لنأخذ مثال نبات الجرة حيث تكيف من حيث طبيعة غذائه، فهو تحول إلى نبات لاحم من أجل أن يحصل على الأزوت الذي يحتاجه كونه يعيش في تربة فقيرة بالأزوت. أيضا التكيف لدى الكائنات الحية، فلنتكلم عن المكيف الذي يستطيع أن يتحسس حرارة الجو والاطراح، فهي ايضا خاصيات مشتركه. فلناخذ مثال الاطراح، نلاحظ ان الاطراح ان النباتات تطرح مواد زائده عنها كالغازات وبخار الماء وغيرها. وايضا لناخذ مثالا الطائرات والسيارات، فهي ايضا تطرح مواد وغازات كثاني الكربون. والحفظ ايضا هي صفه مشتركه، لانه تم اختراع حديثا في الدول المتقدمه ما يسمى بأجهزة تستطيع أن تتحسس أقدام المشاة على الرصيف فتصدر الضوء. إذن نعيد ونكرر: الخاصيات المشتركة لدى الكائنات الحية والغير حية النمو، التكاثر، الاستقلاب، بينما الخاصيات المشتركة هي إنتاج الطاقة، استهلاك الطاقة، التأثر بالوسط، التكيف، الإطراح والحس. لنتأمل زملائي الأعزاء هذه السلسلة الغذائية، لنلاحظ بأنها تبدأ بالمنتجات. نحن أخذنا في المراحل السابقة أن السلاسل الغذائية تبدأ بالمنتجات لعدة أسباب، كونها تقوم بعملية التركيب الضوئي وتنتج الطاقة والغذاء. تستهلك طاقة أو ضوء الشمس وتحوله إلى طاقة كيميائية تختزن في مركبات كيميائية موجودة في هذا النبات. نلاحظ بأن المستهلك الأول في مثالنا هنا نلاحظ بأن الفئر هو الذي يتغذى على النبات ويدعى مستهلك أولي. المستهلك الأولي هو الذي يتغذى على المنتجات. المستهلك الثانوي تعريفه هو الذي يتغذى على المستهلك الأولي. الثالث أيضا هو الذي يتغذى على المستهلك الثاني. نلاحظ عند موت أحد مكونات هذه السلسلة، هنا يأتي دور المفككات، تقوم بتفكيك الجثث والبقايا الميتة وتحويلها من مركبات معقدة إلى مركبات بسيطة تستفيد منها التربة. نتوصل إلى مفهوم المادة الحية. المادة الحية هي جملة معقدة منظمة التركيب تحتوي على مواد عضوية ولا عضوية، يتم ضمنها تفاعلات حيوية
تعد جملة مفتوحة تتبادل الطاقة والمادة مع الوسط الخارجي، تمتاز بالقدرة على التنظيم والتكيف للاستمرار، كما أنها تعد الأساس الحيوي للكائن الحي. ما المقصود بذلك؟ جملة معقدة. نحن نعلم أن أجسامنا أو أجسام بقية الكائنات تحتوي على مواد كثيرة ومعقدة ومتشابكة، ولكن كلها تجري ضمن نظام معين، فلا يوجد عشوائية في تركيب الجسم، في العمليات الجارية في الجسم، هي عمليات منتظمة وتحتوي مواد عضوية ولا عضوية. نلاحظ بأننا أجسامنا إذا أخذنا مثال يتكون من مواد عضوية ولا عضوية، أي مواد كالسكريات والبروتينات والدسم وغيرها من المواد، طبعا تجري مجموعة كبيرة من التفاعلات الحيوية. ما معنى أنها جملة مفتوحة؟ أي أنها تتبادل الطاقة والمادة مع الوسط الخارجي. لو أخذنا حوض الأسماك مثالا، نلاحظ أن حوض الأسماك بيئة منغلقة عن الوسط الخارجي، وبالتالي تعد جملة مغلقة. أما المفتوحة مثلنا نحن نتبادل الطاقة والمادة مع الوسط الخارجي، مثلا النبات هنا هو يتبادل الطاقة، يأخذ طاقة ضوء الشمس ويحولها إلى طاقة الكائن الذي يتغذى عليه مثل الفأر. تمتاز بقدرة على التنظيم الذاتي. من خلال دراستنا للخصائص المشتركة درسنا ظاهرة التكيف، أي أن النبات قادر أن يتكيف مع البيئة التي يكون فيها، فإذا هي تعد الأساس الحيوي للكائن الحي. لنلاحظ هذا المخطط البياني الذي يظهر النسبة المئوية للعناصر الأرضية مقارنة مع العناصر الموجودة في الجسم أو الكائن الحي. لنلاحظ أنه تم تقسيم العناصر التي تدخل في بنية المادة الحية إلى ثلاثة عناصر: عناصر رئيسية، عناصر الوفرة، وعناصر الندرة أو العناصر النادرة. تمنى في هذا التقسيم على نسبة وجود هذه العناصر في القشرة الأرضية، ومنه تم تحديدها في عناصر في جسم المادة الحية. العناصر الرئيسية أبرزها الكربون والهيدروجين والأكسجين. عناصر الوفرة أبرزها الأزوت، الفوسفور، الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم وغيرها. العناصر النادرة فهي تكون نادرة في القشرة الأرضية، وبالتالي طبيعي أن تكون نادرة الوجود في الخلايا الحية مثل الحديد والنحاس واليود. هنا نستطيع أن نضع سؤالاً أو نوصل إلى سؤال: ما الفرق بين المواد العضوية والمواد اللا عضوية؟ المواد اللا عضوية أو المركبات اللا عضوية هي مواد بسيطة غير معقدة التركيب يحصل عليها الكائن الحي من الطعام والشراب، وبالتالي فهي في شرابنا وفي الأملاح المعدنية التي نحصل عليها. أما المركبات العضوية فهي مركبات معقدة غير بسيطة، يدخل في تركيبها الهيدروجين والكربون، وقد يضاف إليها عنصري الأكسجين والنيتروجين. علل سميت عضوية. سميت عضوية لأنها تدخل في بنية الكائنات الحية وبالتالي المتعضيات. عدد المركبات العضوية، عدد مركبات العضوية: واحد السكريات أو الكربوهيدرات، ثانيا البروتينات، الأنزيمات، الفيتامينات، السكريات نسميها الكربوهيدرات، الحموض النووية والأنزيمات. هنا لا بأس الأنزيمات. المركبات اللا عضوية سوف نبدأ بدراستها بشكل مفصل. نحن ذكرنا أن المركبات اللا عضوية هي الماء والأملاح المعدنية. لنبدأ بالماء. لا شك أن الماء هي الحياة، وبالتالي لا نستطيع الاستمرار على هذا الكوكب دون وجود الماء. لندرس هذا الجدول وهو يبين العينات المدروسة، أخذنا مجموعة من العينات المدروسة ودرسنا النسبة المئوية لوجود الماء بها. نلاحظ في الطفل حديث الولادة تتراوح نسبة الماء من 66 إلى 74%. إنسان بالغ من 58 إلى 67، الدماغ 78، ونلاحظ بأنه أكثر خلايا التي تحتوي على الماء، العضلات 75، العظام 25 ميتها نظرا لأنها صلبة، أيضا البذور الجافة 10%.
تتوصل إلى أن نسبة الماء تتراوح من 5 إلى 95% من كتلة الخلية. ما هي خصائص الماء؟ إذن هنا ما هي خصائص الماء؟ لاحظوا جزيء الماء هو مكون من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. أولاً تماسك جزيئات الماء. نظراً لوجود العدد الكبير من الروابط الهيدروجينية نجد أن ذرات الماء متماسكة، وهذا يبقيها في حالة سائلة في درجة حرارة الغرفة، وأيضاً يتمتع بصفات التلاصق، إنه يستطيع الالتصاق على جدران الخلايا. ثانياً الماء حال جيد. طبعاً يعد الماء وسطاً حالاً للكثير من الشوارد والمركبات العضوية الموجودة في الخلية. ثالثاً منظم مثالي للحرارة، يمتلئ الماء بحرارة نوعية عالية. ما معنى ذلك؟ أي أن حرارته ترتفع وتنخفض ببطء على عكس باقي السوائل كالزيت. لو أخذنا وعاءين ووضعنا في الأول ماء والثاني زيت ووضعناهما تحت نار متساوية من حيث الشدة، نلاحظ بأن الماء يستهلك وقتا أطول للوصول إلى درجة الغليان، بينما الزيت فهو لا يحتاج إلى هذه الدرجة، وبالتالي هذا يفيد الكائن الحي لأن الماء لا يتأثر بارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها لدى الكائن الحي، بينما لو استعضنا على الماء بالزيت أو بالكحول فنلاحظ بأنه بغض النظر أن الكحول غير مناسب للتفاعلات الكيميائية الجارية في الجسم، بأنه سوف يتأثر بتغيرات الحرارة، وبالتالي سوف يؤدي إلى تخريب البروتينات والأنظيمات التي تشرف على هذه التفاعلات الجارية. الحرارة النوعية، لنوضح ما المقصود بالحرارة النوعية، هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة واحدة لكل كيلو جرام واحد من الماء، درجة مئوية واحدة. ننتقل إلى الخاصية الرابعة وهي الماء محلول متعادل، أي أن قيمة البي اتش تبلغ 7، وهي تناسب جميع أغلب التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الجسم. نكرر ما هي خصائص الماء. أولا تماسك جزيئات الماء، ثانيا الماء حال جيد، ثالثا منظم مثالي للحرارة، رابعا الماء محلول متعادل. لننتقل إلى الأملاح المعدنية. نلاحظ بأن الأملاح المعدنية يحتاجها الجسم بكميات قليلة ولكنها ضرورية، فإن نقص هذه الأملاح من الجسم حكما سيؤدي إلى ظهور الأمراض كنقص عنصر الحديد الذي يؤدي إلى فقر الدم، ونقص عنصر الكالسيوم الذي يؤدي إلى ظهور مرض ترقق العظام. هنا لندرس مجموعة الأملاح الموجودة، لنلاحظ بأن أولا الكالسيوم تقريبا النسبة المئوية لهم في الجسم تبلغ 2% مكان وجوده في العظام والأسنان. لننتقل إلى الفوسفور، أيضا النسبة المئوية له من كتلة الجسم 1.2، أيضا يوجد في العظام وخلايا الجسم. البوتاسيوم وأيضا النسبة 0.35 يدخل داخل خلايا الجسم. الصوديوم 0.15 خارج خلايا الجسم. الحديد يوجد تقريبا نحتاجه أو موجود في الجسم بطريقة 0.04%، وهو يدخل في تركيب الهيموغلوبين. التوتياء 0.02%، توجد في العضلات والكبد والكلى ومفرزات البروستات. اليود نسبته 0.0004%، يوجد في الغدة الدرقية. لنركز على اسم الملح أماكن وجوده في الجسم. الكالسيوم يوجد في العظام والأسنان. الفوسفور يوجد في العظام والأسنان وخلايا الجسم. البوتاسيوم داخل، الصوديوم خارج الخلايا. الحديد في الهيموغلوبين، في الكبد والعضلات والكلى ومفرزات البروستات، في الغدة الدرقية. توصل إلى أن نسبة الأملاح لا تتجاوز 1 إلى 5% من كتلة الخلية. لنذكر هنا ما هي أدوار الأملاح. أولا الأملاح أدوار مهمة في الجسم، نذكر أبرزها. تؤدي دورا بنيويا. ما معنى ذلك؟ أو علل أن الأملاح تؤدي دورا بنيويا لأنها تدخل في بنية بعض المركبات الحية كالحمود الحمود النووية. ثانيا تؤدي دورا كهربائيا، يكمن في فروق الكمون الكهربائية على أغشية الخلايا، إذ أنها تستطيع أن تنظم عمل الخلايا القابل للتنبه كالخلايا العضلية والخلايا العصبية. ثالثا علل تؤدي دورا تنظيميا، إذ أنها ترتبط بعض الشوارد بالأنظيمات فتصبح فعالة.
رابعا تؤدي دورا ناقلا في الحديد الذي يرتبط الموجود فيه مقلبين الدم يرتبط بالاكسجين ويساهم في نقله. خمسة شوارد لا عضوية كالفوسفات وهي تستخدم في او انتاج الطاقة مثل مركب ATP. لننتقل إلى المركبات العضوية. إذا بعد أن درسنا المركبات اللاعضوية وهي الماء والأملاح المعدنية، ننتقل إلى المركبات العضوية. أولا السكريات. السكريات هي أيضا تدعى الكربوهيدرات وصيغتها العامة CXH2O على القوس، حيث أن X وY أرقام متغيرة. فسر لماذا تسمى السكريات بمائيات الكربون؟ لأنه تركيبها عنصري الهيدروجين والأكسجين يكونان الماء بالإضافة إلى عنصر الكربون. ثانيا سوف نصنف السكريات حسب أنواعها. يوجد لدينا ثلاث أنواع من السكريات: السكريات الأحادية، الثنائية والمتعددة. لنذكر السكريات الأحادية أولا. نستطيع تمييز السكريات الأحادية من خلال الزمرة التي تحتويها. يوجد ثلاث زمر لديها: الكيتونية، لاحظوا شكلها CO، الزمرة الألدهيدية CHO، والزمرة الهيدروكسيلية. انتبهوا، عندما يحتوي السكر زمرة كيتونية فإننا نصنفه من الكيتوزات، عندما يحتوي الزمرة الألدهيدية نصنفه من الكيتوزات. جميع السكريات تحتوي الزمرة الهيدروكسيلية. هيكلها لهذه السكريات مكون من 3 إلى 4 ذرات، وهي إما على شكل سلاسل أو على شكل حلقات. لنأخذ مثالنا هنا، لنأخذ هذا المثال الغلوكوز. لاحظ بأنه سلسلة سداسية على الذرات، يحتوي على الزمرة الألدهيدية، بالتالي هو سكر ألدهيدي. لاحظوا هذا الشكل يدعى الشكل السلسلي، أما الشكل الحلقي نلاحظ بأنه حلقة سداسية. ننتقل مثلا إلى الفركتوز، نلاحظ زمرته كيتونية هنا، وبالتالي هو من الكيتونات، من الكيتوزات، وحلقته لاحظوا كيف شكل الحلقة، بينما هنا نلاحظ سكر الريبوز وهو حلقة خماسية. نستنتج من خلال الشكل الحلقي أنه يوجد للسكريات، لحلقات السكريات، أشكال متعددة، منها ما هي خماسية ومنها ما هي سداسية. في هذا الشكل لنضع سؤالا: عدد السكريات الأحادية وصنفها حسب الزمرة التي تحتويها. الغالاكتوز وهو الدهيدي، مانوز الدهيدي، لاحظوا الزمرة الألدهيدية، فركتوز كيتوني نظرا لوجود الزمرة الكيتونية، كيتوزي، غلوكوز الدهيدي لوجود الزمرة الألدهيدية. ننتقل إلى السكريات القليلة التعدد، السكريات القليلة التعدد أو تدعى السكريات الثنائية. تتكون السكريات الثنائية من اتحاد جزيئتين من السكاكر الأحادية، الصيغة العامة لها C12H22-11، في حين أن الصيغة العامة للسكريات الأحادية C6H12O11. لندرس هنا السكريات الثنائية أمثلة عنها. لدينا السكروز أو يسمى سكر القصب، وهو ناتج عن ارتباط سكر غلوكوز مع سكر فركتوز. اللاكتوز أو سكر الحليب، وهنا أيضا نلاحظ أنه من اتحاد جزيئتي الغلوكوز والغالاكتوز. المالتوز أيضا يطلق شعير، نلاحظ بأنه يتكون من الغلوكوز والغلوكوز. هذه المعادلة تبين كيفية تشكل سكر المالتوز من اجتماع الغلوكوز مع الغلوكوز ليعطينا سكر ثنائي هو المالتوز. نلاحظ أن الرابطة المتشكلة بينهما هي الرابطة غليكوزيدية. في هذا المثال نلاحظ أن اجتماع الغلوكوز يعطي سكر ثنائي وهو سكر السكروز. لننتقل إلى السكريات المتعددة. تقسم السكريات المتعددة
إلى سكريات متعددة متجانسة وغير متجانسة. متى أقول عنها متجانسة ومتى أقول غير متجانسة؟ أقول عنها سكريات متجانسة إذا حوت جزيئات سكر من جزيئات سكر فقط، مثل جزيئات سكر الغلوكوز، بينما إذا حوت قسم سكري وقسم غير سكري تدعى السكريات الغير متجانسة. نلاحظ بأنها مكونة جزيئاتها من عدد من جزيئات سكري. أهمها لهذه السكريات المتعددة الكثيرة التعدد، نلاحظ بأنها النشاء، السليلوز والغليكوجين. أولا النشاء، النشاء ينتج عن اتحاد من 250 إلى 1000 جزيئة من الغلوكوز، ويتكون من قسمين، قسم منحل في الماء وهو الأميلوز، والقسم الغير منحل في الماء وهو الأميلوبكتين. أين تختزن نباتات النشاء؟ إذن أين يخزن النبات النشاء؟ يخزنه في بنى مختلفة، أما في الجذور أو في الساق أو في البذور أو في الدرنات. لننتقل إلى الغليكوجين، نلاحظ بأنه النشاء الحيواني وهو يخزن في الكبد والعضلات، ويتكون من حوالي 30 ألف جزيئة غلوكوز. نلاحظ هنا هذا الشكل الذي يوضح هذه الأشكال المختلفة للأميلوز والغليكوجين والأميلوز. الأميلوز يأخذ سلسلة طويلة حلزونية مكونة من ارتباط جزيئات الغلوكوز مع بعضها البعض برابطة غليكوزيدية. الغليكوجين نلاحظ أنه شديد التفرع أو كثير التفرع، أما الأميلوبكتين فنلاحظ أنها أيضا متفرعة. لننتقل إلى السليلوز، يتكون السليلوز من 8 إلى 10,000 جزيئة من الغلوكوز، وهو عبارة عن سلاسل غير متفرعة، وهي لا تذوب في الماء. نلاحظ أين يدخل؟ يدخل في بنية جدار الخلية، وبالتالي يؤمن لها الدعم. لننتقل إلى السكريات المتعددة غير المتجانسة. هنا الغير متجانسة ذكرنا سابقا أنها تتكون من قسم سكري وقسم غير سكري. لندرس أنواعها، الكيتين، الأصبغة الانتوسيانية والهيبارين. الكيتين هو مشتق أزوتي للغلوكوز، ويدخل في تركيب القشيرة لدى الحشرات. إذن أين يوجد الكيتين؟ يدخل في تركيب القشيرة لدى الحشرات. الأصبغة الانتوسيانية وهي تتألف من قسم سكري وقسم غير سكري، هو أنتوسياني أي صبغة الأنتوسيانين. أين نجدها؟ نجدها في الفجوات في خلايا الأجزاء الملونة لدى النبات. الهيبارين أيضا يعد مشتق آزوتي للغلوكوز، ولكنه يرتبط بجذر لحمض الكبريت. يوجد في بطانة الأوعية الدموية، وظيفته منع تخثر الدم. ما الأهمية الحيوية للسكريات؟ تعد السكريات المصدر الرئيسي. المواد الدسمة، ينتقل إلى المواد الدسمة أو الأبيدات، هي مركبات عضوية لا تنحل في الماء، لكنها تنحل في محلات العضوية كالإيتر والكلورفورم. تصنف وفقا لتركيبها الجزيئي إلى الحموض الدسمة البسيطة، المعقدة والستيرويدات. البسيطة سوف ندرس أولا الدسم البسيطة. من هوم الزيوت تتكون من اتحاد ثلاث حمود دسمة مع جزيئة جليسرول. الحمود الدسمة هي حمود كربونية خطية غير متفرعة، تشتمل على وظيفة كربوكسيلية. انظر إلى الصيغة RCOOH، هذه هي الوظيفة الكربوكسيلية، والR هو جذر الكيلي متغير يختلف من حمض دسم إلى حمض دسم آخر. نلاحظ في مثالنا هنا يوجد حمض الزبدة يمثل CH3CH2CH2 الجذر الألكيلي R، بينما COOH هي الوظيفة الكربوكسيلية. نلاحظ أن حمض الزبدة هو شحوم صلبة في درجة حرارة الغرفة، وبالتالي يعد حمض الزبدة حمض مشبع، نقول لأنه يحتوي على حمض دسمة مشبع. بينما حمض الزيت، لاحظوا صيغته، نلاحظ بأنه سائل في درجة حرارة الغرفة لأنه يحتوي على حمض دسمة غير مشبع. لو دققنا هنا في الدسم،
سوف ننتقل إلى الجليسرول وهو من الحمض الدسمة غول ثلاثي الوظيفة. الصيغة الكيميائية له هذه هي C3H8O3، هذه هي الصيغة المجملة وهذه الصيغة الخطية. كيف يتشكل الدسم البسيط؟ نلاحظ أن الدسم البسيط يتشكل من جزيء جليسرول مع ثلاث حمود دسمة، حمض دسم أول R، هنا حمض دسم ثاني، هنا حمض دسم ثالث، بعملية تدعى البلمها يتحول إلى الدسم البسيطة. كيف يمكن تحويل الزيوت إلى سمن نباتي؟ عن طريق عملية الهدرجة، أي إشباع الروابط الكربونية بإشباع الروابط الكربونية بالحرة بذرات الهيدروجين. ننتقل إلى الدسم المعقدة، تتكون من اقتران الدسم البسيط مع مركب غير دسم، منها الدسم الفسفورية، فهي اجتماع الدسم البسيط مع مركب غير دسم. منها لاحظوا هذه هي صيغة الدسم الفسفورية، نلاحظ بأن الدسم الفسفورية الدسم الفسفورية هنا تتكون هذه الجزيئة أو هذه الصيغة من قطبين، قطب محب للماء وهو الحاوي على مجموعة الفوسفور، وقطب كاره للماء هو الحاوي على مجموعة الحمود الدسمة. فننتقل الدسم السكرية، هي تشبه الدسم الفسفورية إلا أنه يستعاد عن المجموعة الفسفورية بمجموعة سكرية، وهي تدخل في الأغشية الخلوية كالكريات الحمراء. سوف ننتقل إلى الستيرويدات. الستيرويدات يدخل في تركيبها أغوال حلقية معقدة، وهي مكونة من 4 حلقات كربونية ترتبط مع وظائف كيميائية. لاحظوا هذه الأمثلة التي تبين مشتقات الكوليسترول، مكونة من 4، نلاحظ بأنه رمز لها A B C D، هي نظرا إلى عدد حلقات الموجودة في تركيبها. أهم الحاسات المشتقة من الكوليسترول أو من الستيرويدات الكورتيزول، فيتامين د، كوليسترول، بالإضافة إلى الحاسات الجنسية التستوستيرون والاستراديول. ما هي أهمية المواد الدسمة في الخلية؟ أولا اختزان الطاقة كالحمود الدسمة، ثانيا تدخل في تركيب الأغشية الخلوية كالدسم السكرية، تؤدي وظائف بيولوجية نوعية. من هذه الوظائف نذكر مثلا الكورتيزول له وظيفة في تنظيم سكر، في تنظيم مستوى الملح في الدم، يفرز من قشر الكظر. نلاحظ بأن فيتامين د يساعد في تثبيت أملاح الكالسيوم على العظام. كوليسترول الذي يتحول بوجود أشعة الشمس إلى الفيتامين د. نلاحظ أن الهرمون التستوستيرون هو هرمون ذكري مسؤول عن إظهار صفات الجنسية الذكرية، والإستراديول هو هرمون أنثوي مسؤول عن إظهار الجنسية الأنثوية. ننتقل، تعد البروتينات من المكونات الأساسية في الخلية، وهي تتكون من اتحاد وحدات أساسية تدعى الحمود الأمينية، ترتبط هذه الحمود الأمينية مع بعضها البعض بروابط بيبتيدية. يوجد حقيقة 20 حمض أميني. لاحظ الصيغة العامة للحمود أنها ذرة كربون، ذرة هيدروجين، وترتبط وظيفة كربوكسيلية فأمينية. ارتباط جذر الكيلي يختلف من حمض أميني إلى آخر، وبالتالي تحدد الخصيصة الفريدة للحمود الأمينية من خلال هذا الجذر. نلاحظ هنا مجموعة من الأحماض الأمينية، نذكر منها الغليسين، الألانين، الفالين. الغليسين نلاحظ بأن هذا الجزء من الأحماض ثابت لا يتغير، بينما الجذر R فنلاحظ بأنه H عند الغليسين، CH عند الألانين، CH3CH3 عند الفالين. وبالتالي نستطيع تصنيف الحمود الأمينية إلى نوعين، أساسية وغير أساسية. الأساسية وهي توجد نحصل عليها عن طريق الطعام، توجد في البروتين الحيواني أكثر من النباتي، نظرا لأن البروتين الحيواني يحتوي على العديد من الحمود الأمينية. وغير أساسية يقوم الجسم ببنائها. لنلاحظ هنا الرابطة البيبتيدية، نلاحظ هنا ارتباط حمضين أمينيين مع بعضهما،
وتشكل رابطة ببتيدية بينهما. هذه الرابطة تشكلت بين الوظيفة الكربوكسيلية للحمض الأميني الأول والوظيفة الأمينية للحمض الأميني الثاني. نلاحظ بأن البروتين قد بشكل سلسلي أو عدة سلاسل وهو بما تختلف البروتينات عن بعضها، تختلف في ترتيب الحمض الأمينية، في تسلسل الحمض الأمينية، الشكل الفراغي، في عدد الحمض الأمينية. نوعية البروتين، نلاحظ بأن لكل كائن حي مجموعة من البروتينات الخاصة به والتي تميزه عن غيره من الكائنات. فهنا قد يأتي تعليل علل البروتينات تمتاز بالنوعية، لهذه النوعية تعود إلى عدد وترتيب وتتالي الحمود الأمينية الداخلة بتركيب الجزيء البروتيني وتخضع لإشراف المورثات. هي أهمية البروتينات، نلاحظ أن البروتينات كونها تعد المكونات الأساسية في الخلية فإن لها وظائف عديدة. أولا هي منظمة كالحاسات الأنسولين التي تنظم مستوى سكر العنب في الدم، بنيوية كالكيراتين في الشعر والجلد والكولاجين في النسيج الضام، مقلصة محركة كالأكتين والميوزين في النسيج العضلي، مناعية ودفاعية كالأضداد، ناقلة كالهيموغلوبين، ووسيطة كالأنزيمات الأميلاز. ننتقل إلى الحموض النووي. لاحظوا الحموض النووية، ما المقصود بالحموض النووية؟ تعد الحموض النووية مركبات كيميائية تشكل المادة الوراثية، توجد في جميع الكائنات الحية والفيروسات. هذه الحموض داخل النواة، الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين الدي إن إيه، والحمض النووي الريبي الآر إن إيه. نلاحظ بأن كلا الحمضين مكون من وحدات متتالية تدعى النيكليوتيدات التي ترتبط مع بعضها خطياً. مما يتكون النيوكليوتيد، لندرس هذا الشكل. هذا هو النيوكليوتيد، وهنا سلسلة هنا الدي ان اي، هنا الار ان اي. النيوكليوتيد، نلاحظ النيوكليوتيد مكون من مجموعة فوسفات وسكر خماسي واساس ازوتي. نلاحظ هنا مقارنة بسيطة بين الدي ان اي والار ان اي، هنا يوجد نيوكليوتيدات وهنا نيوكليوتيد. ونلاحظ ان الاسس الازوتية عند الدي ان اي نلاحظ بان الادينين، الجوانين، السيتوزين، اما التايمين فهو خاص، فهو غير مشترك بين سلسله الدي ان اي والار ان اي. هو يميز، اذا التايمين يميز سلسله الدي ان اي. هنا نلاحظ الار ان اي ايضا يوجد لديه الاسس الازوتيه ادينين، جوانين، سيتوزين ويوراسيل. اليوراسيل هو الذي يميز سلسله الار الأزوتية. هذه الأسس التي ذكرناها تقسم من حيث تقسم إلى قسمين، البورينات والبيريميدينات. ما الفرق بين البورينات والبيريميدينات؟ لنأخذ مثلا هنا يوجد لدينا بورين وهو الأدينين. البورينات مكون من سلسلة أو حلقة بنزنس، حلقة خماسية تدعى أميد أزول، يرتبطان مع بعضهما في الموقع 4 و5. اما البيريميدينات منها التايمين، نلاحظ بانها حلقه بنزين اساسيه. اما البورينات والبيريميدينات حيث الاسس، نلاحظ الجوانين والادينين يصنف الى البورينات، فهي التايمين والسيتوزين واليوراسيل. هذه بنيه او هذه جزيئات الدي ان اي. الدي ان اي كما ذكرنا عباره عن مكونه من مجموعه من النيوكليوتيدات. نلاحظ هذه النيوكليوتيدات، هذا هو النيوكليوتيد الاول، هنا النيوكليوتيد الثاني والثالث والرابع. نلاحظ ان هذه النيوكليوتيدات ترتبط مع بعضها برابطه تدعى الرابطه الاستيريه، في ذره كربون 4 ومجموعه وذره الكربون هنا ومع ذره الاكسجين هنا للفوسفات. تشكل هذه النيوكليوتيدات مع الروابط العمود الفقري لهذه السلسله. نلاحظ بان تقابل الاسس الازوتيه مع بعضها في السلسله، يتقابل الادينين مع التايمين برابطه ثنائيه، بينما الجوانين مع السيتوزين برابطه ثلاثيه هيدروجينيه.
إذا قابل التقابل الأسس الأزوتية يتقابل الأدينين مع التايمين مشكلا رابطة ثنائية هيدروجينية، أما الجوانين مع السيتوزين مشكل رابطة هيدروجينية ثلاثية. وبالتالي يتضح من المثال بأن سلسلة الدي إن إيه عبارة عن سلسلتين حلزونيتين متقابلتين تحتوي على مجموعة من النيوكليوتيدات مع بعضها وفق قاعدة تقابل الأسس. ونلاحظ بأنها تمتاز هذه الجزيئة بالقطبية، أي أن إحدى السلسلتين تنتهي لها قطب 5 فتحة و3 فتحة، في حين أن الثانية تكون معاكسة لها نهاية 3 فتحة ونهاية 5 فتحة في الجهة المقابلة. لننتقل إلى الحمض النووي. قبل أن أنتقل يجب علينا أن نذكر الشفرة الوراثية. ما المقصود بالشفرة الوراثية؟ انظروا، كل ثلاثية من النيوكليوتيدات، إذا كل ثلاثية هنا 1 2 3، كل ثلاثية من النيوكليوتيدات تدعى شفرة وراثية وهي موجودة على سلسلة الدي إن إيه. لننتقل إلى الحمض النووي بي آر إن إيه، أيضا السلسلة مفردة خطية تتكون من اتحاد النيوكليوتيدات مع بعضها البعض. ار ان اي، اولا الار ان اي مرسال وهو ينسخ عن النوية، عفوا ينسخ عن الدي ان اي، يقوم بنقل التعليمات من النواة الى جسيمات الريبية في الهيولا من اجل عملية تصنيع البروتين. ثانيا الار ان اي الناقل ايضا هو وظيفته ينقل الحموض الأمينية من الهيولا إلى الريبوزومات تركيب البروتين. الـ RNA الريبوزومي وهو يدخل الجسيمات الريبية أو الريبوزومات. لنعطي مقارنة بسيطة بين جزيئتي الـ DNA والـ RNA من حيث شكل السلسلة. نلاحظ أن الـ DNA سلسلتين حلزونيتين متقابلتين ومتعاكستين، بينما الـ RNA هي سلسلة مفردة خطية. من حيث الأساس الأزوتي النوعي نلاحظ أن سلسلة الـ DNA تحتوي على الأساس الأزوتي النوعي التايمين، في حين سلسلة الـ RNA تحتوي على اليوراسيل. من حيث الروابط هنا من حيث الأساس الأزوتي النوعي ومن حيث شكل السلسلة. هكذا نكون قد أنهينا لكم البحث الأول وهو الخلية. لننتقل إلى درس آخر يتضمن عنوان الأنزيمات. المقصود الأنزيمات، لننظر هذا المخطط وهو يمثل مسار تفاعل بوجود أنزيم وبغياب أنزيم. لاحظوا طاقة التنشيط، نحن دائما لبدء أي تفاعل نحتاج إلى طاقة تنشيط من أجل تحويل المواد المتفاعلة ونقلها إلى مواد ناتجة عند درجة حرارة معينة. هذه الطاقة تعطي تنشيط لهذا التفاعل. فلاحظوا أن طاقة التنشيط هنا اللون الأسود بوجود الأنزيم، اللون الأسود دون وجود أنزيم، الأخضر بوجود أنزيم. نلاحظ كمية طاقة التنشيط كانت قليلة في حال وجود أنزيم، تسرع التفاعلات الكيميائية ويحتاج إلى طاقة تنشيط بسيطة. إذا طاقة التنشيط، عرف طاقة التنشيط، هي الطاقة لبدء التفاعل ونقل المواد المتفاعلة لتحويلها إلى نواتج عند درجة حرارة معينة. أما الأنزيمات، فما في الأنزيمات هي مواد تنتجها الخلايا، تعمل على تحفيز التفاعلات الكيميائية الجارية وعمليات الهضم. إذا هي تستطيع تحفيز التفاعلات الجارية، بينما إذا كان التفاعل لا يستطيع الحدوث في الحقيقة فالأنزيم لا يساهم في حدوثه، هو فقط يسرع، فهو يسرع تفاعل فقط ويحفزه. لندرس تركيب الأنزيمات. مما تركب الأنزيمات، هناك لدينا نوعين من الأنزيمات، أنزيمات بسيطة وأنزيمات معقدة. الأنزيمات البسيطة تتكون من سلسلة واحدة أو سلاسل عدة من عديدات البكتيريا. الأنزيمات المعقدة وهنا تحتوي على جزئين، جزء بروتيني وجزء غير بروتيني. إذا كان الجزء الغير البروتيني يحتوي على أحد العناصر المعدنية مثل الحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والنيكل، عندئذ تسمى العوامل المساعدة. أما إذا البروتيني يحتوي جزيئات عضوية معقدة فهنا تدعى مرافقات أنزيمية مثل فيتامين بي، فإن هذا الفيتامين يرتبط بالجزيء البروتين من الأنزيم وقت التفاعل فقط. لنلاحظ في هذا الشكل بين لنا مراحل عمل الأنزيم.
اولا لاحظوا هذا الشكل هو شكل لانزيم، لاحظوا يحتوي على شكل معين، يحتوي في هذه المنطقة تدعى الموقع الفعال وهو بناء فراغي معين. نلاحظ بأن الأنزيمات قد يحتوي الأنزيم موقع فعال واحد وقد يحتوي يرمز له E. أما الركيزة فهي المادة التي ترتبط بالأنزيم، أي التي يعمل عليها الأنزيم، يسمى أو نرمز لها S. التفاعل تكون حرة في الخلايا التي تحدث فيها هذه التفاعلات. مرحلة انتقالية وهي مرحلة تشكيل المعقد، فيتشكل لدينا معقد من أنزيم. ثم في مرحلة نهائية خروج الأنزيم من التفاعل كما دخل دون أن يتأثر، وخروج المواد الناتجة عن التفاعل. إذن شكل يوضح مراحل عمل الأنزيم. المرحلة الأولى وهي مرحلة يكون الأنزيم والمادة الهدف في حالة حرة، بينما الانتقالية الثانية يتشكل لدينا معقد من أنزيم ركيز. المرحلة الثالثة خروج الأنزيم من التفاعل دون أن يتأثر النواتج الناتجة أو إخراج المواد الناتجة. لننتقل إلى آلية عمل الأنزيمات. عمل الأنزيمات وفق فرضيتين، فرضية التوافق المستحث وفرضية المفتاح. فرضية القفل والمفتاح، أيضا انظروا هذا الموقعين فعال، لاحظوا شكل الموقع الفعال له فراغية، وهذا الركيزة التي ترتبط. أولا أنزيم زائد ركيزة يعطي معقد، ثم في مرحلة انتهاء التفاعل يخرج النواتج الجديدة. إذن هنا تشبه ملائمة أي أنظيم للركيزة التي يتحد معها، ملائمة المفتاح للقفل الذي صمم له. الفرضية الثانية وهي فرضية التوافق المستحث، نلاحظ أن الأنظيم، لاحظوا شكله الفراغي والركيزة، نلاحظ بأنه غير، لاحظوا المواقع A B C، أنه غير من موقعه لكي يلائم ارتباط الركيزة به. ما هي العوامل المؤثرة في عمل الأنزيمات؟ تخضع الأنزيمات لمجموعة من العوامل. لندرس أولا تقصي أثر درجة الحرارة. لننظر إلى هذا المخطط، هو يمثل سريان التفاعل بوجود حرارة. إذا نلاحظ أن سرعة التفاعل تزداد بوجود الحرارة وصولا إلى الدرجة مثلى تكون أعلى ما يمكن، عندها يبدأ التفاعل بالانخفاض، وبالتالي نستنتج بأن لكل أنظيم درجة حرارة مثلى تختلف من أنظيم آخر، يكون نشاطه عندها أعلى ما يمكن. لننتقل إلى تقصي أثر تركيز الأنظيم في سرعة التفاعل. هنا من الشكل يتضح بأن العلاقة علاقة تناسب طردي بين سرعة التفاعل وتركيز الأنظيم، وبالتالي تزداد سرعة التفاعل بزيادة تركيز الأنظيم. تأثير قيمة البي اتش في عمل الأنظيم، هناك بي اتش خاصة لكل أنظيم، فكل أنظيم يعمل في درجة بي اتش خاصة به. هنا لدينا مجموعة من الأنظيم. أولا البيبسين يناسب الوسط الحمضي أعلى ما يمكن تقريبا عند الدرجة الأميلاز يعمل في الوسط عند الدرجة 6، يكون أعلى نشاط له، بينما التريبسين يعمل في قلوي تقريبا يوافق العدد 9. وبالتالي تختلف درجة البي اتش بين الأنظيمات، كل أنظيم لديه بي اتش خاصة به يكون عمله عندها أعلى ما يمكن. ننتقل إلى تأثير تركيز الركيزة. نلاحظ من الشكل سرعة التفاعل تزداد وصولا إلى السرعة القصوى، عندها يثبت التفاعل وبالتالي يبقى هذا الثبات في هذه الدرجة ويكون هنا عمل الأنظيم في أعلى ما يمكن. ندرس تأثير المثبطات. ما المقصود بالمثبطات؟ المثبطات أن هناك مواد تشبه المادة الهدف ترتبط بالأنظيم وبالتالي تمنع المادة الهدف من الارتباط به، وهي بالتالي تضعف فعالية الأنظيم وتؤثر سلبا على سريان التفاعل، قد تؤدي إلى إيقاف التفاعل. إذن نذكر اتحاد بعض المواد مع الأنظيمات فتمنع ارتباطها مع الركيزة،
تضعف فعالية الأنظيم ويتجلى في نقص التفاعل أو توقفه. نوعان من التثبيط، التثبيط العكسي والتثبيط العكسي. وأن هو كما ذكرنا لنرى هذا المخطط، إن هذه تدعى، هذا الملون باللون الأحمر هو مثبط عكسي، وهذه مادة أساسية. نلاحظ أن المثبط يرتبط بالموقع الفعال للأنظيم، وبالتالي يمنع المادة الهدف من الارتباط به. نلاحظ كونه اسمه تثبيط عكسي، قد بعد مرور بعض الوقت قد نلاحظ خروج لهذا المثبط فاسحا مجال للمادة الهدف بالارتباط لتشكيل معقد مادة هدف مع أنظيم، ونلاحظ بأن هذا التثبيط العكسي أنه يمكن أن يزول مع زوال مع مرور الوقت، وبالتالي يعطي مجال للمادة الهدف بالارتباط مرة أخرى، ولكن حكما سوف يؤثر على سريان التفاعل فيؤدي إلى بطء التفاعل. التثبيط غير العكسي، هنا يكون الارتباط قويا بين المادة الهدف والأنظيم، وبالتالي لا يزول بسرعة. من المثبطات الغير عكسية غاز الأعصاب والمبيدات الحشرية. المثبط وهو من المثبطات الغير عكسية، المثبط يرتبط بالأنظيم ويشكل مركب أنظيم، وبالتالي هنا حكما سوف يتوقف التفاعل. من الأنظيمات التي تعمل بشكل غير عكسي التريبسين، الكيموتريبسين، والجلوتيراز. من المعلوم أن الأستيلكولين هو، ما وظيفة الأستيلكولين؟ هو ناقل عصبي، وهو منبه للعضلات ويسبب تقلصها. لو طرحنا من ماذا على حدوث الوفاة بزيادة الأستيلكولين، إن زيادة الأستيلكولين يؤدي إلى تنبيه العضلات إلى التقلص. الزيادة بالتالي زيادة التقلص، استمرار التقلص، فماذا يحدث لو استمرت عضلات التنفس في التقلص، أو عضلة القلب مثلا، ألا يحدث الوفاة؟ لننتقل إلى خصائص الأنظيمات. تتميز الأنظيمات بمجموعة من الخصائص. أولا نوعية الأنظيم وسلبية الأنظيم. نوعية الأنظيم أي إن كل أنظيم يرتبط بمادة تتلائم مع موقعه الفعال. أما سلبية الأنظيم، لا يتأثر الأنظيم بالتفاعل، فهو يدخل بالتفاعل ويخرج دون أن يتأثر. مثلا نأخذ مثال أنظيمات أو أنظيم البيروكسيداز أو ما يدعى بالكتالاز، وهو أنظيم قادر على أن يفكك 5 ملايين من جزيئات الماء الأكسجيني خلال دقيقة واحدة دون أن يتأثر. هناك أنظيمات تفرزها بعض الأعضاء بشكل غير نشط. مثلا المعدة تقوم بإفراز البيبسين على شكل غير نشط، يدعى طليعة البيبسين، الذي يتحول إلى بيبسين نشط بوجود حمض كلور الماء في المعدة. هكذا نكون أعزائنا الطلاب قد انتهينا من الوحدة الأولى التي تتضمن المادة الحية والأنظيمات. كانت معكم المدرسة رنيم أدريس، ألقاكم في جلسات مقبلة. دمتم بخير.